تابعتوا ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام في كل مكان، تابعتوا الشوط المرتقب، شوط الاتحادية، شوط المنتظر، وكانت الاتحادية مع الموعد مع الخنجر مع جماهيرها ومحبينها الذي عودتهم إياه دائما من البداية، وهي تنفرد بالمركز الأول حتى خط النهاية. نهني مالك سعادة حميد بن سعيد النيادي على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه الاتحادية من يوم سن اللقاية وسن الإذاع وسن الثنايا في هذا المساء. وبيجيب بكرة غير بكرة، كان يبغي تشارك الناس وين بنلقى مثل الاتحادية يا أبو سعيد. الاتحادية حملة نادرة ما تلقى إلا عن سعادة حميد بن سعيد النيادي. ها هو أيضا هنا شوط المهجنات، الشوط المفتوح، شوط الخنجر ينطلق على أرضية هذا الميدان، ونحن ننطلق بالتعليق على المراكز الخمس الأوائل. طولة مسافة 8 كيلومتر، أرض ظبي على المقدمة للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني تواصيف على المركز الثاني للسيد محمد بن سعيد بن زاهرة الخيلي، وفي المركز الثالث الظبي للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الرابع في هذه اللحظات ترى اللي طليعة للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المريماني اللي يجي ولا يدرابه شطرا حفظته ما عرفت كتابه. مرحبا يا بن فطيس، مرحبا يا الشاعر، بك وبطليعة في هذا المهرجان مع الخنجر اللي على المركز الرابع. المركز الخامس هنا مربط الفرس، هنا الترشيحات، هنا سمحة لسعادة حميد بن سعيد النيادي اللي على المركز الخامس. هي تبحث عن الخنجر في هذا المساء، تبى تلحق الاتحادية، تكون هناك خنجر باليمين وخنجر بالشمال مع سعادة حميد بن سعيد النيادي اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. ونرجع إلى هالي جميرة، إلى الظبي، والظبي الظبي على المقدمة السيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والظبي على المركز الثاني للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، دافع بهنتين، دافع بالظبي، والظبي على مقدمة هذا الشوط. طليعة بدأت تتسلل، الطليعة لازم تكون قدام يا بن فطيس، بدأت تتسلل تغير إلى المركز الثاني في هذه لحظات للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري على المركز الثاني في هذه اللحظات. تبى الخنجر، تبى الفوز، تبى الناموس. المركز الثالث الظبي للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع تواصيف للسيد محمد بن سعيد بن زاهرة الخيالي، وفي المركز الخامس دجا للسيد علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مع دجا على المركز الخامس. هذه النتيجة، ثلاث على المقدمة، وبقية المراكز الثالث والرابع والخامس وبقية المراكز أيضا في فاصل ما بين الثلاث والمراكز المتأخرة. الثلاث بقيادة طليعة، طليعة بدأت تتطلع إلى الفوز، إلى الناموس. ها هي طليعة مع الشاعر محمد بن فطيس المري. يا سلام يا سلام يا بن فطيس، ها هي طليعة على المقدمة الآن، باحثة عن الخنجر، باحثة عن الفوز، باحثة عن السلام، وهي على مقدمة هذا الشوط. تغير تلقائي بدون دفع رباعي يا بن فطيس، الدفع ذاتي حتى هذه اللحظة.
لحظات الدفع الرباعي هناك نباه عند الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو السباق، كيلو التحدي. المركز الثاني الظبي، الظبي على المركز الثاني للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا أيضا الظبي للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. مرحبا يا الشاعر، ركز وخلي التليفون تابع طليعة وهي على المقدمة باحثة عن الخنجر، باحثة عن الفوز. بن رشيد هاجم عليك بهنتين، واحدة من اليمين وواحدة من الشمال. ضبع ضبع قادماتي من جميرة ومن شواطئ جميرة لهذا المهرجان. يا سلام على هذا الأداء المتميز. ناخذ المركز الرابع والخامس، نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات. دجى للسيد علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس، شقرة للسيد محمد بن محمد بن زايد المنصوري. شعار الظفرة قادم بقوة. يا سلام، عاشق الرموز والرموز متشوقة لهذا الشعار، شعار الظفرة. يا سلام على هذا الأداء المتميز. نرجع إلى المقدمة، بدينا نغادر جسر العبور وطليعة على المقدمة. طليعة لا زالت على مقدمة هذا الشوط للشاعر محمد بن فطيس المري على المقدمة. الظبي على المركز الثاني للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث هنا الظبي للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام. المركز الرابع، دجى على المركز الرابع للسيد علي بن حمودة بن علي الظاهري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس نشوف هذبة على المركز الخامس للسيد مايد بن حمد بن مطر المنصوري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. والأمور وعيوننا وعيون الجماهير أيضا على المراكز اللي من بعد الخمس، اللي من بعد الخمس نترغب في أسامي لها وزنها، لها ثقلها في هذا العالم، عالم سباقات الهجن، مع رموز، مع سيارات، مع إنجازات. انتظروهن في الكيلو الأخير ولا في الكيلو ومئتين، كيلو الإعلان. والظبي غيرت إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الظبي، الظبي للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. بدأ يتكتك، بدأ يدفع بالظبي إلى المقدمة. ظبي في المركز الأول وظبي في المركز الثاني. والشاعر يقول مرحبا يا حلوة البية، مرحبا جملة ومعدودة. يا سلام، هذا الاسم يذكرنا بالظبي الذي صالت وجالت مع سن الكبار، مع السيوف ومع الرموز. الظبي ناقة سمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد النهيان اللي يضمرها ما يحتاي. عيسى بن سعيد الخيلي، اسم 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 مسجل حروف من ذهب في هذا العالم، عالم سباقات الهجن. الظبي على المقدمة، بدأت تغادر والعصاف الأبطان كيلو ونصف عن خط النهاية. الظبي على المقدمة للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثاني، طلايع للشاعر محمد بن حمد، طليعة للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري، طليعة. المركز الثالث، الظبي للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. سمحة قادمة، مرحبا يا سمحة، جماهيرك محبينك يبون الإبداع مثل ما بدعت الاتحادية في هذا المساء. أنت أيضا بدورك، الجماهير يرحبون، يرحبون بقدوم سمحة. سمحة 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 على المركز الرابع، بدأت تتسمح أمورها من مركز إلى مركز لسعادة حميد بن سعيد. النيادي قادمة بقوة إلى الخنجر الثانية، إلى الذهب، إلى الفوز، إلى الناموس. سمحة مع الخنجر تغير إلى مكانها الصحيح، إلى مكانها الطبيعي. لكن ممثل السلطنة
الدايم حمد بن محمد الوهيبي غادم من سلطنة عمان من ولاية مضيبي من يا سلام مع سرح مرم إلى المركز الثاني يا زلو شوط قوي شوط حامي لكن سمح موجودة تتسمح أمورها يا سلام يا سلام يا سلام ممثل السلطنة غادم وبراية غادم يا سلام النويعس للسيد حمد بن راشد براية المري وسمحه على المقدمة روح يا أبو محمد روح يا أبو سعيد جماهيرك محبينك صاحبة كاس الإذاعة يا سوى التوقيت الأفضل سلام 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 عليكم يا أهل العاصمة سلام سلام عليكم يا أهل العين يا مدينة مغافة مساء الخير سعادة حميد بن سعيد النيادي سلام سلام على انتزاع خنجرين في هذا المهرجان وحدة باليمين ووحدة بالشمال يا سلام المركز الثاني للسيد حمد بن محمد الوهيبي المركز الثالث النويعس للسيد حمد بن راشد بن راية المري المركز الرابع المركز الرابع شقرة للسيد محمد بن محمد بن زايد المنصوري المركز الخامس المركز الخامس الظبي للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هذه النتيجة والتوقيت الزمني نشوف التوقيت الزمني ساعة وصول السمحة صاحبة الإنجازات صاحبة السجل الحافل صاحبة الرموز تصل إلى خط النهاية في زمن وغدر نشوف التوقيت يا سلام يا سلام على هذا المنظر الحلو الجميل في هذا المساء يا أبو سعود مع سمحة 12 دقيقة 44 جزئين من الثانية تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي مع الذهب مع خنجرين واحدة باليمين وواحدة بالشمال يا أبو محمد سلام عليك وسلام على الاتحادية وسمحة والذي وصلت في المركز الثاني لسارة نشوف اللي في المركز الثاني ممثل السلطنة بتوقيت زمني 12:45 جزء واحد من الثانية تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي سلام يا السلطنة على هذا الأداء وعلى المركز الثاني المركز الثالث النويعس الذي وصلت في المركز الثالث 12:46 وفاء وتماما قادمة من المملكة العربية السعودية تهانينا لمالك السيد حمد بن راشد بن راية المري تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز وعلى هذا الامتتاع اللي استمتعنا وياكم نحن المذيعين والمتابعين والمشاهدين عبر عدسات الكاميرات وعبر عدسات أيضا كاميرات ريسنج ودبي ريسنج والقنوات الناغلة على هذه الشاشة من هذا المهرجان مهرجان زايد التراثي تابعنا الاتحادية اللي كانوا كلهم ينتظرونها الجماعة ثم أتت سمحة بالخبر اليقين أيضا وذهبت بالخنجر تابعة خطة الاتحادية إلى هالي مدينة العين خنجرين يا النيادي تهانينا لك يا سعادة حميد بن سعيد النيادي تهانينا للجميع على هذا الفوز على هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز في هذا المهرجان المتميز جائزة زايد الكبرى جائزة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته قولوا آمين يا رب العالمين والآن الكلمة تذهب إلى فتى سويحان سالم خليفة والكلمة لك